السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الناجي من عيلة بيرو، والنهاردة عملت لكم كحك أبو سكر. كحك الدايب دوب اللي انتوا شايفينه ده، أنا بحب أغرقه بالسكر بالطريقة دي. طريقة حلوة قوي، والكحك ما شاء الله طلع ناجح ودايب خالص. وكمان عملت جزء كبير منه بالعجوة. تعالوا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس وما ينسانيش في اللايك لو تحبوا تشوفوا واحدة كده عن قريب. بصوا كعكيه كعكيه دايبه دوب، بصوا جميله ودايبه جدا، يعني مش مستحمله. طبعا لان احنا عملناها بمقادير الحمد لله مظبوطه، فطلعت تحفه بصراحه. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي، يلا مش هطول عليكم. هنحضر الكعك بتاعنا. معايا 550 جرام من الزبد، من السمنه، مش هنستعمل زبده خالص، الزبده ما تنفعش في الكعك عشان خاطر فيها كميه من اللبن كبيره. ومعايا كيلو من الدقيق، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره من الخميره، معلقه ممسوحه زي ما انتم شايفين كده من ريحه الكحك او المحلب. ومعايا معلقتين سكر، نص كوبايه من الميه، هستعمل ميه مش لبن، الميه بتطول عمر الكعك بتاعنا اكتر من اللبن. معايا معلقتين من السمسم. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هبتدي اضرب الزبده بتاعتي بالمضرب الكهربائي، واللي يحب يحط في العجان برده مفيش مشكله، اللي ما عندوش الاثنين برده بايده مفيش مشكله، هضيف عليها السكر بس. سكر معلقتين وابتدي اضربهم بالمضرب. عايزه اوريكم، بصوا السمنه بتاعتنا ابيضت ازاي وبقت كريمي. انا كده هبتدي اجيب الدقيق بتاعي بقى واحطه عليها. كده انا غنخلت الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده، احط بقى كل المقادير بتاعتي الجاف عليه، ريحة الكحك والخميرة والبيكنج باودر والسمسم. بصوا السمسم بتاعي انا محمصاه في البيت، يا ريت نجيبه ابيض ونحمصه في البيت، بيدينا كده يعني تيست احلى بكتير من المتحمص الجاهز ده. تمام، واقلبهم كويس مع بعض، وانزل بقى عليهم، وانزل على خليط السمنة بتاعي واحدة واحدة. ابتدي انزل بقى الخليط بتاعي ده على الزبده سريعه السمنه كله. بسم الله، وابتدي اقلب كده. طبعا اللي هيستعمل عايزين نبس الدقيق مع خليط مع الزبده. انا بقى هنا هستعمل ايدي، عايزه ابس العجينه، عايزه اخلط الدقيق ده كله بالسمنه بتاعتي، ابس العجينه واتاكد ان كل الدقيق بتاعي انزلي اتغلف بالسمنه. ابتديت اشم بقى ريحه الكعك، بحب ريحه الكعك جدا، ما بحبهاش طبعا. ممكن يستعمل الفانيليا السايله، مفيش مشكله، كل واحد يحط الحاجه اللي هو بيحبها. طبعا انا بحب ريحه الكحك جدا، انا كمان ساعات كنت بزود لحد ما الاقي الكحك بتاعي بيغمق. بحب جدا الحاجات اللي فيها طعم التوابل. ريحه الكحك دي عباره عن قرنفل، جوزة الطيب، جنزبيل. بصوا بقى عايزين نبسه كويس، وعايزين نغلف كل حبه دقيق بالسمنة. طريقة دي ومعانا بإذن الله. تمام كده، ممكن بقى دلوقتي احط الميه بتاعتي، تقريبا نص كوبايه. بسم الله بسم الله، هقلب بس لحد ما الميه تختفي.
هعجن بس لحد ما الميه تختفي، مش اكتر من كده. احنا في المرحله دي مش هنعجن الكعك بتاعنا، لا انا هفضل اعجن بس لحد ما الميه تختفي، مش اكتر من كده، مش هفضل اعجن كتير. بصوا لو شايفين انا ابتدت تختفي معايا. بسم الله. خلصت كده، بصوا بسم الله، خلاص مش هعجن اكتر من كده. بصوا انا هاخد واحده كده نجربها مع بعض، اهي كوره. بصوا لو حسينا ان هي مشققه نعجنها كده في ايدينا شويه. بصوا نشوف بقى هتعمل معانا ايه. اه تمام جدا كده، وانا هستعمل بصامه بالطريقه دي. تمام كده، عارفه شايفينها ولا لا؟ كده شايفينها، هي دي حلوه قوي ما شاء الله. تعالوا بقى نظبط الصاج بتاعنا ونغطي العجينه بقى بتاعتنا كده عشان خاطر كلهم قد بعض تقريبا الكعكات بتاعتي. واحده واحده بقى كده ابتدي اشكل في الصاج. كل سنه وانتم طيبين. كورناها بالطريقه دي وبصمه كده عليها، واللي بعديها اخلص بقى انا الخليط المقدار بتاعي كله وارجع بقى اوريكم شكله بعد ما سويته. هسويه على درجه حراره تقريبا 180. وحضرت بقى شويه بالعجوه برضو. العجوه بتاعتي حطيت عليها معلقه سمنه ومعلقه سكر كبيره وقلبتها شويه، تقريبا كان ربع كيلو من العجوه. وهجيب بقى حته من الكعك كده واعمل لها فتحه بالطريقه دي، احط فيها العجوه بتاعتي واقفل عليها كده. بسم الله. انا بحب جدا جدا الكعك ابو عجوه ده، بصوا مش قادره اوصف لكم طعمه بيبقى حلو ازاي، احلى بكتير من القراقيش ومن القرص ام عجوه، بيبقى حلو قوي. هيك كعكاتي انا عملت نصه صيدا ونصه بعد. نجيب البصامه ونبصم عليها بالطريقه دي. بصمت عليها بقى بالطريقه دي كده واحطها جنب اخواتها. وادي الكعك بتاعنا بقى الدايب دوب، مش قادره اوصف لكم هو دايب ازاي، مش عارفه امسكه خالص. وده لان احنا حطينا تقريبا 550 جرام من السمن، اللي يحب انه يكون متماسك اكتر ما بيحطش غير بس 500 جرام، يعني نص كيلو. عمل معايا الكميه دي زي ما انتم شايفين، وكمان هنا حطيت في العلبه بتاعتي. تعالوا كده اللي بعجوة اهو، ده اللي بعجوة وده اللي بسكر. نغطيه كده بقى عشان ايه نحفظه كويس، وعايزين نسكر ده ونحط السكر بقى على الكحك بتاعنا ابو سكر. الكحك بالنسبة لي هو بصراحة احلى حاجة في العيد، يعني انا المفضل بالنسبة لي الكحك السادة بسكر بس، دي اكتر حاجة انا بحبها جدا في كل حاجة العيد. وكل سنة وانتو طيبين. ياريت بقى اللي مشتركش في القناة يشترك، وما ينساش يفعل الجرس، وما ينسانيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.